ولهذا يجب أن يكون واضح للجميع أننا في بداية الطريق تحاورنا وأخرجنا وثيقة الحوار الوطني، ووثيقة الحوار الوطني هي بداية الطريق لبناء اليمن الجديد. والصعوبات ستكون صعوبات كثيرة، ويجب أن تعرفوا بأن الصعوبات أن الناس الذي لا يريدون الحوار والذي لا يريدون أن ينسحبوا من مواقعهم ويعيشوا مع الآخرين سيعملون بقدر استطاعتهم في تعطيل الحوار.